بسم الله الرحمن الرحيم، متابعي اون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقه جديده من برنامجكم اون افريكا. هنبدا حديثنا النهارده عن البطوله الاهم في الوقت الحالي للانديه في القاره الافريقيه، هي بطوله الدوري الافريقي، بطوله الدوري الافريقي واللقاء المهم اللي كان بين النادي الاهلي وصن داونز. كلنا اتفرجنا على اللقاء وشفنا اداء النادي الاهلي اللي ما ظهرش بشكل جيد امام فريق صن داونز. فريق صن داونز قدر يتعامل مع اللقاء بشكل جيد جدا، وريولاني مكوينا قدر ياخد من اللقاء اللي هو عاوزه. لكن قبل ما نتكلم عن اللقاء، عندي رساله لجمهور الاهلي ولاعيبه الاهلي. اللقاء من النوعيات دي بيكون على شوطين، الشوط الاول انتهى في جنوب افريقيا بفوز صن داونز بنتيجه هدف مقابل لا شيء، لسه عندنا شوط تاني في القاهره، ويقدر النادي الاهلي يعوض بوجود جماهيره برجالته لعيبه النادي الاهلي اللي عندهم تاريخ كبير جدا في تحقيق البطولات الافريقيه. رولاني مكوينا تعامل مع اللقاء بشكل جيد جدا، ضغط على النادي الاهلي من اول اللقاء، بدا يعمل الكرات الطويله اللي بيلعبها دايما صن داونز داخل منطقه جزاء النادي الاهلي، وظهرت بعض الاخطاء الدفاعيه من جانب النادي الاهلي. رغم غياب نجوم الفريق في فريق صن داونز، لكن صن داونز قدر يسجل هدف. أليندي يعني النجم الحالي في منتخب تشيلي ونجم صن داونز ظهر في اللقاء هو الاخر بشكل جيد جدا، وكمان رولاني مكوينا تغييراته اللي شفناها قدرت تخلي فريق صن داونز يحافظ على النتيجه اللي قدر يحققها، لان هي نتيجه غاليه، لان صن داونز عارف ان هو بيلاعب فريق كبير، بيلاعب حامل لقب بطوله دوري ابطال افريقيا. الشوط الثاني تحديدا بدات بعض المشاكل الدفاعيه تظهر في دفاعات النادي الاهلي، والكرات الطويله اللي كان بيعملها صن داونز في الشوط الاول ما جابتش نتيجه معاهم، بداوا يعملوا تمريرات عرضيه على خط دفاع النادي الاهلي، وقدروا يخترقوا خط دفاع النادي الاهلي عشان يسجلوا هدفهم الوحيد، الهدف اللي كان غالي جدا بالنسبه لرولاني مكوينا. رولاني مكوينا حتى في تصريحاته في المؤتمر الصحفي اتكلم عن قوه النادي الاهلي، وقال انا خدت من اللقاء اللي انا عاوزه، لكن لسه في لقاء كمان في القاهره، مش عاوزين نتكلم عن ان في لعيبه اخطات في النادي الاهلي او في لعيبه ما كانتش في مستواها، خلينا نركز ان في ماتش عوده في القاهره، لسه في 90 دقيقه كمان في القاهره، والاهلي يقدر ان هو يغلب فرقه زي فرقه صن داونز. لو هنقارن على مستوى الامكانيات او مستوى العناصر الفرديه، لا، فرقه الاهلي فيها عناصر مميزه جدا، فيها لعيبه دوليه في منتخب مصر، فيها لعيبه دوليه بتلعب في منتخبات افريقيه، ووارد الخساره وارده، لكن ان شاء الله رجاله النادي الاهلي في لقاء العوده في القاهره يقدروا يعملوا نتيجه ايجابيه امام فريق صن داونز. بيرسيتاوي اللي امامنا على الشاشه برده واحد من اللعيبه اللي شايفهم ظهروا بشكل جيد في اللقاء، والملعب بقى اللي كان بيلعب عليه بيرسيتاو ده هو حافظه، لعب عليه مباريات كتير جدا مع فريق صن داونز.